بفهم. اليوم معنا دكتور عايدة عبود شيخاني، استاذه جامعيه معالجه نفسيه متخصصه بقضايا العائله، وموضوعنا هو النعم والكلا، هيدي لا والايه اللي دائما ما بنكون اكيدين اذا كان لازم نقول نعم او لازم نقول لا على قضايا معينه، يمكن نكون شوي متسرعين، بس اوقات كمان بتكون النعم واضحه واللا واضحه، وهون لازم نكون واثقين من حالنا لنقدر نقول لا والنعم. اهلا وسهلا فيك دكتور شيخاني. اليوم اخترتي هالموضوع بالتحديد، القبول او الرفض، الايجابي او السلبي، لسبب معين يعني عم بيصادفك بالحياه الاجتماعيه او ب يعني معالجاتك للامور؟ اكيد، لانه هيدا موضوع اساسي باختيارات الانسان، اختياراته بعلاقاته الشخصيه، باختياراته هو وحاله وبعلاقاته مع الاخر. اذا هو سبب اساسي بنجاح حياته، بنجاح علاقاته وبسعادته الذاتيه. يعني كمان هو الانسان منه لحاله ما بيكون مؤكد من النعم تبعه او اللا تبعه او اذا بدك كاتيا، فينا نحكي عن قسم من الرفض السلبي والرفض الايجابي والقبول السلبي والقبول الايجابي. بالرفض السلبي بنقول عنه انه هو رفض اعتباطي متسرع، دغري برفض، بتسرع وبرفض، هو رفض انتقامي، وكانه انا عم برفض الاخر، عم برفض لبي له طلباته، اسمع له، شوف شو حاجاته، وكأنه هو رفض انتقامي لإلغاء الآخر. طيب هالرفض بيكون واعي ولا بيكون؟ لا، بيكون غير واعي، بيكون غير واعي، وهون لازم ننتبه له. بينما في رفض إيجابي كمان بدنا نطلع أنه الرفض الإيجابي هو هدفه الأساسي منه مواجهة الآخر، إنما هدفه الأساسي الانسجام مع الذات، مع الشيء اللي أنا بفكر فيه، مع الشيء اللي بشعر فيه، اللي بدي إياه واللي ما بدي إياه. دونك الرفض الإيجابي هو بيبني الشخصية. هلأ بالقبول بالنعم الإيجابية، هي النعم اللي هي مسؤولة، اللي هي من بتجي من وراء تفكير معين، من وراء يعني فكرت بالشغلة وقلت ايه عليها، بتحمل مسؤوليتها الايه اللي انا عم بقولها، بلتزم فيها، بتحمل مسؤوليتها من خلال التضحيات، الشغل اللي بدي اعمله، الجهد اللي بدي اعمله للالتزام بهالنعم. وكذلك الامر في نعم سلبية، اللي هي نعم متسرعة، نعم غير مسؤولة، بقولها هيك بسرعة، بلكي لانه ما بعرف شو هي قدراتي الحقيقية، بقدر او ما بقدر، او نيتي منيحة، او نيتي منيحة، هيك نعم الطفولية يعني، او بكون نعم دائما بقول نعم انا باغلب الاوقات لانه بخاف من رده فعل الاخر تجاهي، بلكي يرفضني، بلكي يغضب علي، بلكي تصير شيء ما انا ما بدي. يعني هون الفرق بين نعم وثانيه فرق كثير كبير، فرق كثير كبير. يعني هون فرق يعني حياة الإنسان مختلفة. الناضج، الإنسان الناضج هو اللي لازم يفكر، أو الإنسان الحر، أو الإنسان الناضج والحر واللي ناجح بحياته بالنهاية. في شيء اسمه فن الرفض هون كمان؟ يعني حتى الرفض اللي عم تحكي عنه، عم تقول انه لازم نكون منسجمين مع حالنا لحتى نكون عم نقول هلا، اكيد في كمان فن بكيف بنقول لا لحتى الشخص الثاني يقدر يقبلها. اكيد لا يعني اكيد، ما بدها تكون هي لا، بدها ما تكون نعم سلبيه، خليها تكون اكيد. وقت اللي انا بدي ارفض، اول شيء بدي افكر قبل ما بدي ارفض، ما يكون رفض اعتباطي عم اقول كلا هيك بشكل اعتباطي. بدي افكر، بدي اشوف شو هي، شو انا شو بدي، وبدي اقولها بطريقه على انه انا عم برفض طلب الاخر، مش عم برفضك لك، عم برفض طلبك. وهون بدي احدد انا هيدا الموضوع، انه الاخر ما يعتبر انه انا عم برفضه هو كانسان. والرفض اكيد بده يكون ما في عنف، ما في طريقه هيك نبره عاليه، لا بده يكون بطريقه فيها احترام للاخر، بس كمان فيها احترام للذات، انه انا ماني قبلاني بهذا الموضوع، او انا عم بقول كلا على كذا شغله. ولازم لا تكون واضحه كاتيجوريك يعني، وما في رجوع عنها، والنعم ما في رجوع عنها، يعني مفكر فيها كثير قبل الشخص دا يكون خلص واصل لقناعة، فالشخص الثاني ما رح يقدر يناقشه فيها كتير. أكيد، يعني الشيء اللي عم بقوله أنه لازم نفكر فيها قبل حتى نكون ما يكون عندنا هيدا التردد. التردد بيأذي الآخرين، التردد بيأذي الآخرين وبيأذيني وبيأذيني علاقاتي مع الآخرين. إذا بفكر أنا، بشوف شو أولوياتي، بشوف شو هن الأفانتاج والإنكونفينيون، الإيجابيات والسلبيات من هالقبول أما هالرفض اللي أنا الموقف اللي بدي أعطيه وبدي التزم فيه وبدي أمشي فيه، إلا إذا صار شيء حقيقة يعني غير بمعطيات. بتنفوت على العائلة
هون، لانه بما انه حضرتك متخصصه بقضايا العائله، ان كان بين الشريكين او ان كان مع الاولاد، وبتصور مع الاولاد في كمان مشكله كثير كبيره بهالاطار، لانه اوقات كثير يمكن كثره اللا بتبطل من مفعولها، مثل الانتيبيوتيك بتاخذي منه كثير بصير صحيح بصير عنا يعني ساعتها الاولاد بسكروا دينيهم وما بيعودوا يسمعوا اي شيء، لانه دائما الولد ذكي وبيعرف انه لا ما لها مبرر، فما بيعود يعني صحيح. هون التربيه لها دور كثير مهم كاتيا بهذا الموضوع، على انه نربي اولادنا على انه يكون عندهم جرأة يقولوا لا على الاشياء، ويتعلموا يقولوا ايه نعم حقيقيه على الاشياء، يعني نعم فيها التزام فيها مسؤوليه، يتعلموا يقولوا لا جرأة على يقولوا لا على الاشياء. نحن كأهل بدنا اذا بدك نوازن بين النعم واللا اللي عم نقولها، لا كل شيء عليه نعم ولا كل شيء عليه لا، اوكي بدنا نوازن، وبدنا نتقبل بالدرجه الاولى لا اللي عم بقول اللي عم بيقولوا لنا اياها اولادنا، اللي عاده بتبلش هيدي اللا بعمر السنتين، الولد بيقولها لحتى يثبت ذاته من خلال النفع، عم يثبت ذاته وكانه عم بيقولها لامه انه لا نو نو، هيدا اللي ببلش فيها انه انا ما بدي هيدي الشغله، وكانه انا عم بنفصل عنك، انا رغباتي تختلف عن رغباتك. بس بهالعمر اوقات كثير الاهل بيصيروا عم يواجهوا الولد انه لا ما بدي اعوده من هلا يواجهني، بيعتبروه هيدا النو، ما هون المشكله، لانه الاهل بيعتبروا هيدا النو هو عم بكسر لي كلمتي، عم بكسر السلطه، وهون الاهل اللي ما بيتفهموا هيدا الموضوع انه هيدي النو بالعكس لازم ينبسطوا فيها، لانه عم بيثبت ذاته كمان بالمراهقة ببلش بهيدي النوع، عم بيثبت ذاته من خلالها. الأهل بدهم يتفهموا هيدا الموضوع وياخدوا يعطوا مع الولد، تكون طريقة الكلة اللي عم بيقولوا له إياها اللي هن يعني عم بيفرضوه عليه تكون فيها كتير من التفهم، تكون فيها كتير من الأخذ والعطاء. وهلا اللي بتجي من الولد ما تكون عم تستفز الأهل، أكيد، لأنه هيدي طبيعة نمو الولد النفسي اللي هي بالعكس لازم ينبسطوا أنه ابني عم بيقول لي نوع بدون ما يقبلوا فيها، يعني لازم ينبسطوا يعتبروها أنه هيدا مؤشر إيجابي، لأنه الخضوع الكامل الاولاد اللي بيقولوا ايه على كل شيء لازم نخاف منها هيدي انه كمان انه شو بهن هيدول ما عندهم شخصيه، ما عندهم جرأة، ما بيعرفوا حالهم شو بدهم، دائما عم بيقولوا ايه على كل شيء، كمان هيدا الشيء غلط. اي سؤال بهالاطار عند المشاهدين بيقدروا ان يتصلوا فينا على ارقام الام تي في اللي بتمرق بعد شوي على الشاشه، تنتبه نحن موضوعنا لانه بين الشريكين كمان شغله مهمه بهالاطار وبتاثر ساعتها على تربيه الاولاد، ولكن الشريكين كمان في بيناتهم هالخضوع بلكي او هالرفض المستبد بلكي. كتير مهم هيدي النعم اللي بتنقال، النعم الحقيقية واللي هي مسؤولة بين الشريكين، والكلة كمان الحقيقية واللي هي مسؤولة، لأنه هي هيدي النعم والكلة هالمواقف اللي منخدها بقلب العلاقة هي بتمتن العلاقة، هي بتخلينا نكون شفافين بقلب العلاقة. تصوري أنه واحد عم يقبل خارجيا وهو داخليا رافض، يعني قديش بدها تكون هيدي العلاقة فيها كتير من الغوغائية وفيها كتير من المشاكل، انما وقت اللي منقولها بحقيقتها بتخلي العلاقه يكون فيها شفافيه. بس اوقات في شيء نوع من الدبلوماسيه او نوع من ما بعرف يعني تخلي الوضع كثير سلس ومريح، وانه في لا يمكن مش كثير مهمه، بس ساعتها بكون يمكن مقرر الشخص انه مش مهمه هلا فما بيقولها. اكيد اكيد هون هو بده يدرس حاله، اكيد كاتيا مثل ما قلنا الطريقه اللي بدنا نقول فيها الكلا هي كثير مهمه، بس هيدا ما بيمنع على انه انا عندي موقف اخده، انا قابل بهيدا الشيء او مش قابل بهيدا الشيء. تناخذ مثلا بالعلاقه الجنسيه، عاده بالمجتمعنا بالشرقي في دراسات بينت على انه المراه تخضع بالعلاقه الجنسيه كلية. تخضع كليا، ما عندها اي راي، ما فيها تقول نعم أما كلا، تخضع خوفا من مثل ما قلنا ردة فعل الشريك أنه بلكي يرفضها بلكي يعنفها بلكي. إذا هالنعم اللي عم بتقولها اللي هي منا من داخلها بتخليها تنفصل عن جسدها، بتخليها تنقطع عن جسدها، وبالتالي تنقطع عن اللذة اللي هي ممكن توصلها، وهون بتكون عم بتخربط بالعلاقة الجنسية بينها وبين الرجل، لأنه هي انقطعت عن جسدها وانقطعت عن الوصول للذة، وبالتالي الرجل بدوره مش رح يقدر يوصل لهالعلاقة المتكاملة اللي فيها نضج اللي فيها مشاركة اللي فيها حرية. إذن كتير مهمة هالنعم اللي عم نقولها تكون نعم حقيقية شفافة، والكلة اللي عم نقولها هيدي بالعكس بتمتن العلاقة مش بتخربها. النعم السلبية أو الرفض السلبي شيء نتعود عليه مع الوقت، يعني شيء بيكون مرافقنا من الطفولة أو شيء ممكن أنه على كبر يبين أو حادثة معينة تقدر تخلينا نكون خاضعين بهالطريقة؟ لا، هيدا الموضوع بيكون مبلش من الطفولة، يعني هيدا المشكلة بتكون مبلشة أساسية معنا أكيد من وراء التربية، هي كأول مدمنة
هناك لها، بكفي فيها الولد وكأنه أنا بدي أرفض كل شيء حوالي، بدي أرفض من دون ما أفكر، بدي أرفض لأثبت حالي. وفي كتير ناضجين كاتيا بنشوفهم عم بيرفضوا مجرد للرفض، أنه أنا بقول لا بس تأثبت حالي، وهيدا الشيء كتير غلط. ما بيكون عنده بديل، بلكي ما بيكون عنده اقتراحات بديلة، بس هو بده يقول لا لحتى يقول أنه أنا موجود. إذن هيدي بتبلش من الطفولة، مثل ما قلنا بالتربية إلى دور كتير مهم نبلش فيها، والنعم كمان المسؤولة كمان بتبلش من الطفولة. هون بالعلاج نقطتين يعني أنا لقلي، كيف رح نتعامل مع الشخص يلي عم بيقول لا اعتباطياً، وكيف رح الشخص يلي عم يقول لا اعتباطياً رح يشتغل على حاله؟ أكيد في نقطتين مثل ما قلتي، الشخص اللي عم بيتعامل مع الشخص اللي عم بيقول لا الاعتباطية أكيد بده يساعده لحتى يصير يفكر قبل ما يقوله، يصير يسأله بلكي ليش أنت عم بتقول هيدي لا، فكر يصير يساعده لحتى يوعى على حاله شو عم بيعمل هاللأ المتكررة اللي عم بيقوله، شو هدفه وليش هو عنده هالردة فعل مثل ما قلنا الدفاعية الهجومية بلكي بهيدي اللا اللي أنا دايماً عم بلغي فيها الآخر. بده يساعده، بده يكون كتير إيجابي بهيدا الموضوع. كمان الشخص بده هو يساعد حاله على أنه شوي وشوي يوعى على حاله، أنه يحط علامة استفهام أنه أنا ليش عم بيصير معي هيك، من أمتى مبلشي معي هيك، شو هي الأهداف بهيدي اللا اللي أنا عم بقولها، وأمتى لازم يقول لأ إيجابية. كمان ما نفتكر أنه لا هي بس سلبية، بدي أتدرب على أني أقول لا إيجابية، اللي هي بدي يكون أنا بيني وبين حالي متصالح أنا وحالي، عارف حالي شو بدي، شو عم بفكر، شو اللي بيرديني شو اللي ما بيرديني. أعطي شوية وقت قبل ما أقول نعم نهائية أما لا نهائية، لحتى أطلع من هيدا التردد مثل ما قلنا، لحتى أخذ موقف وهيدا الموقف أنا ألتزم فيه وكون متصالح مع حالي وبالتالي متصالح مع الآخر. وهيدي غير كمان نعم الخاضعة يلي إلى نفس التريتمنت إلى نفس يعني أكيد، لأنه بده يرجع يسأل حاله أنه هيدي النعم أنا عم بقولها هي نعم مقيدة، مقيدة بالمخاوف اللي أنا عندي إياها من ردة فعل الآخر، أنه بلكي يرفضني بلكي يغضب علي. النعم الخاضعة كمان الشريك مثلا أو الشخص الثاني ممكن أنه يكون عم يتعب منها أو يتأذى منها، أو لا هيدي يعني لقله أفانتاج أفانتاج هيدا لقله، هيدا بيعتبر هو يمكن أنه هو أفانتاج لإله، بس بالنهاية مع الوقت هالنعم الخاضعة هي بتخسر من شفافية العلاقة. هالنعم الخاضعة بتخلينا نكبت إن كان رجل أما المرأة يعني أما الأولاد، هي استقالة أصلاً صحيح، بتخلينا نكبت مشاعرنا، لأنه أنا عم بكبت مشاعر السلبية من الغضب من الخوف من الألم، وهالمشاعر السلبية اللي أنا عم بكبتها بدها توصل لوقت إنها تنفجر، وتنفجر بعنف، إما عنف داخلي أنا تجاه حالي، إما عنف خارجي أنا تجاه الآخر. الشخص يلي عنده هاللا السلبية أو هالنعم كمان السلبية أنت رح يوعى حاله، بما أنه قلنا أنه مش كتير منتبه هو أنه عم بيقول لا سلبية أو حتى نعم، أنت رح يوعى حاله حسب كاتيا، يمكن حدا يقول له كلمة هيك يدوي له على أنه أنت ليش عم بتقول لا على كل شيء، يمكن موظف معه بالشغل، يمكن مرته، يعني بده حدا يدوي له على هذا الموضوع، وهو مش يتنصل من أنه بدي فكر بدي أوعى بدي انتبه على حالي. دايما كاتيا في موقف بدنا نرجع فيه لحالنا، أنه أنا شو فيني حسن، أنا بشو مغلط، أنا بشو مسؤول. هون الوعي الذاتي هو مرحلة كتير مهمة. دكتور شيخاني قلتي أنه هالشي مبدئياً مفروض يكون مبلش من الطفولة، بس بالعلاجات ما عم ترجعي على الطفولة، يعني ما عم بتقولي أنه هالشخص لازم يرجع يشوف بطفولته شو كانت مشكلته وليش وصلته لهون. هلأ بالعلاجات حسب نوع العلاجات، بس أن جنرال مبلا منرجع شوي للطفولة لحتى نرجع نستعيد هالمراحل اللي نبنت فيها هيدي الشخصية. دو بالعلاج التصرفي الإدراكي الثيرابي كومبورتمنتال كوجنيتيف، هي بتركز على كتير الهلا، يعني أنا هلا شو ممكن اشتغل على حالي بعدة استراتيجيات نعطيها للشخص لحتى يتساعد على أنه يقول نعم الحقيقية والكلا الحقيقية. طيب اليوم مع أولادنا كيف فينا نكون يعني عم نعمل وقاية لهالموضوع، ولما بيكون الطفل يعني عنده هالمشكلة شو بيكون سببها؟ بيكون سبب الأهل. سبب الأهل اللي هن مثل ما قلتي كاتيا من الأول أنه هن بيكونوا عم يرفضوا هيدي الكلا اللي عم بيقولها هيدا الولد،
عم بيرفضوا هيدي الكلة وعم بيحاربوها بدل ما يعرفوا كيف يشتغلوا معها ويتعاملوا معها، وبكونوا كمان أو بالعكس اللي هني نعم على كل شيء، كذلك الأمر نعم على كل شيء، وكأنه كمان هون في تربية متفلتة، تربية ما فيها حدود، الإنسان بيقول نعم هيك نعم غير مسؤولة، غير واعي لقدراته الشخصية أو الأشياء اللي هو بده إياها حقيقة. دكتور عايدة عبود شيخاني، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا اليوم، معلومات كتير حلوة أخذناها اليوم، يمكن ما بيكون الواحد منتبه على الأشياء، ببقى عايش بالموضوع مش منتبه على أهميته ومدرك لأهمية هالتفاصيل. شكرا لك. شكرا لك. رح ننتقل عند ستيف. هاي، بونجور كاتيا، كيفك اليوم؟ نيحة، كيفك أنت؟ عندك وي وي نو نو؟ أكيد النوم مطرحة والوي مطرحة، مفكر فيها كتير قبل، يعني منفكر فيها صح، أوقات نحن كمان بنغلط، وبس أغلط بقول إنه غلطت، بقول له سوري لابني، يعني إنه هي ما في ما فيها شيء، انا قلت لك ايه بس سوري مش ضابطه معي، بس سوري مش ضابطه معي. واوقات بس يقول لا، لازم نسال ونقول له ليش لا، ونقدر نحكي معه لنفسر له انه هيدا الشيء منيح هيدا الشيء ما منيح. قد ايه بيأثر هالشيء على علاقه الاولاد مع محيطهم، مع بمدرستهم او حتى ب علاقتهم حتى مع اصحابه؟ صح صح. شو عندك اليوم؟ اليوم عنا رندا فهد، بدنا نحكي، بدنا نتابع موضوع التدينين امبارح عن القمح والسنوبر والجوز، لانه في عيد البربارة. اوكي. وكمان السكر. المشكل ما بيمشوا بلا سكر، ما بتحكي عنه. ما بيمشوا بلا سكر.